ضحايا جدد من قوات الجيش بقصف التحالف بالجو. إذا كانت مناطق تواجد وسيطرة الحوثي معروفة ومناطق التماس معروفة، فلماذا يذهب الطيران لقصف الجيش الوطني في مواقعه؟ ومن المسؤول عن الإحداثيات؟ أهلا بكم. 30 جنديا ضحايا غارات التحالف بالجيش. تقول المصادر إن قوات مقاتلات التحالف شنت عدة غارات جوية خاطئة على مواقع تابعة للقوات الحكومية في جبال الربعة بمديرية برط العنان بالجوف. غارات وخاطئة، هكذا يتم نقل الخبر يعقبه احتجاج ليظهر التحالف يعلن أن فريق تقييم الحوادث سيقوم بالتحقيق، لتنتهي هناك القصة قبل أن تنسى بجريمة أخرى للتحالف. مسلسل استهداف الجيش الوطني الذي يتزايد ليستهدف مواقع الجيش الوطني، فيما ميليشيات الحوثي تنتهك بلاد العبيسة وتجتاح قراها في حجور ودون أن تمس. كيف يمكن استيعاب هذه الجرائم؟ قادة عسكريون وكتائب وأفراد يذهبون ضحايا غارات التحالف، فهل ما يحدث هو إهلاك للجيش اليمني؟ لماذا لا توجد حتى الآن هيئة قانونية وحقوقية مستقلة للتوثيق والتحقيق ورفع دعاوى للمطالبة بإنصاف أسر الضحايا وحفظ حقوقهم وإيقاف هذا العبث بأرواح اليمنيين من الجيش والمدنيين؟ مجدداً، غارة جوية تستهدف الجيش الوطني من قبل قوات التحالف العربي. أكثر من 30 قتيلاً من أفراد لواء حرس الحدود في مديرية اليتمى وبرط العنان بالجوف سقطوا ضحايا الغارة. ليست الضربة الأولى، فقد سبقتها عشرات الضربات. قادة عسكريون وكتائب وأفراد يذهبون ضحايا نيران التحالف. منذ الجريمة الأولى التي سقط فيها ما يقارب 100 جندي، بينهم اثنان من القيادات العسكرية الكبيرة في غارات جنتها مقاتلات التحالف على مقر القيادة العامة لمعسكر العبر في حضرموت يوليو 2015، ليتوالى بعد ذلك مسلسل استهداف القيادات والأفراد العسكريين، من بينهم استهداف العميد الحاوري والدكتور عابد وعدد غير قليل من الجنود في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. يرى الكثير من المتابعين أن هناك محاولة لإهلاك الجيش اليمني عبر استهداف مواقعه في العديد من المناطق. يقول بعض المحتجين إن التحالف يهدف من خلال هذه الضربات إلى منع تحقيق أي نصر يذكر في المناطق غير المرغوب بتحريرها. يقول أحد المتابعين لهذه العمليات: لم أجد من تفسير لقيام مقاتلات التحالف العربي باستهداف مواقع الجيش الوطني في تعز سوى رفض الجيش السماح بظهور ميليشيات سلفية على طريقة جند الشام وجيش الفتح والحزام الأمني كما هي عادة تلك الدول. يتساءل مراقبون: إذا كانت مناطق وجود وسيطرة الحوثي معروفة، فلماذا يذهب الطيران لقصف الجيش الوطني في مواقعه؟ عادة ما يقول فريق تقييم حوادث غارات التحالف إن تقاريره تصدر بعد جهود من التحري وتقصي الحقائق والمعلومات للوصول إلى النتيجة النهائية، لكن لا نتائج حقيقية تكشف أمام الناس، ولا أحد يدري ماذا بعد إجراءات تقييم الحوادث ولا مصير الضحايا وأسرهم. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية، مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك أخت آسيا ومشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ ياسين. اليوم غارة جوية تخلف 30 جندي بين قتيل وجريح في الجوف، وهذه ليست الغارة الأولى التي تستهدف مواقع للجيش. كيف تتابع استمرار استهداف التحالف لمواقع تابعة للجيش الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الغارة بطبيعة الحال تكرس حالة الإحباط التي تهيمن على يعني غالبية المقاتلين في صفوف الجيش الوطني في هذه المرحلة، بسبب أنهم لا يتلقون الدعم الكافي لمواصلة المعركة، ولأن خططهم الرامية إلى استعادة المزيد من المواقع وتحقيق الأهداف العسكرية لهذه المعركة لا تتحقق بشكل كافي، ويمنعون بشكل يعني مباشر من القيام بمهامهم. وهذه صورة من صور الاستهداف التي يتلقاها الجيش، لأن الاستهداف والاستنزاف المعنوي ليس سهلا وليس
من السهولة بمكان أن يتقبله جيش وطن نفسه على تحقيق أهداف واضحة ووطنية وعليا من أجل استعادة عافية هذا المجتمع والدولة بزوال التهديدات وفي مقدمتها الانقلاب والانقلابيين. الجيش للأسف الشديد يعني تعرض لأشكال عدة من الاستهداف من جانب من يفترض أنهم حلفاء وداعمون لهذا الجيش، ومن المستغرب اليوم أن يتلقى هذا الجيش ضربة في هذا الظرف العسكري والسياسي الذي يمكن أن نزعم أن السعودية تعيش فيه مأزقا حقيقيا في الملف اليمني على وجه التحديد. يعني إذا افترضنا أن الضغوطات التي تتصاعد ضد المملكة العربية السعودية ودورها في حرب اليمن في واشنطن، البلد الذي شكل طيلة العقود الماضية حليفا استراتيجيا للمملكة العربية السعودية، تشكل اليوم تهديدا حقيقيا لاستمرار هذه الشراكة ولغياب ما يمكن اعتباره المنغصات التي تعترض هذه الشراكات، فإن على المملكة العربية السعودية أن تكون أكثر يقظة، على الأقل تعمل على تقوية الجبهة الداخلية على المستوى السعودي، وتعمل على تعزيز تحالفاتها الإقليمية وفي مقدمتها التحالف مع الطيف الواسع من اليمنيين الذين لا زالوا حتى هذه اللحظة يأملون في أن تغير السعودية من مسار معركتها في اليمن. لكن للأسف الشديد أن يأتي استهداف الجيش الوطني في هذا الظرف الحرج، فهذا يعني ربما إعطاء، يعني هناك عدة قراءات أنا ممكن أعرضها الآن. القراءة الأولى أنه يمكن أن يكون استهداف الجيش الوطني بثلاث غارات، ومما يؤدي مما يعطي انطباع بأن المسألة لا علاقة لها بالأخطاء غير المقصودة. هناك ثلاث غارات استهدفت موقعا واحدا واستهدفت طرفا واحدا في المعادلة العسكرية في برط العنان، وبالتالي ربما يكون هذا الهدف منه إعطاء تطمينات للذين يضغطون على التحالف، التحالف السعودي الإماراتي، بأن معركتهم لم تنحرف وإنما هي مصوبة باتجاه الأطراف الذين يمكن أن يقدم استهدافهم دليلا على أن السعودية وأبو ظبي لم تخرج عن مسار معركتها. يعني هي لا تستهدف الحوثيين في المقام الأول وإنما تستهدف أطراف أخرى وتستهدفهم بشكل مكثف أكثر حتى مما تستهدف الحوثيين. وعندما نربط المسألة بقوة التغيير والإسلام السياسي وهواجس واشنطن تجاه الإرهاب، ندرك ربما أن الضربة هذه ربما قدمت كرشوة، وأن الذي قام بهذه الضربة ربما يكون الطيران الإماراتي الذي ما فتئ يستهدف المقاتلين الذين يعتقد الإماراتيون أنهم محسوبون بشكل أو بآخر على قوة التغيير أو على الإصلاح أو إلى آخره من هذه المسميات. استهداف الجيش ليس عملا طارئا، استهداف الجيش بات اليوم يمكننا أن وصفه بأنه عملية ممنهجة، والهدف منها هو إضعاف هذا الجيش والتقليل من قدراته عندما يتقدم باتجاه تحقيق أهدافه. وأهدافه في برط على سبيل المثال، يعني هذه الجبال، جبال الربعة التي سيطر عليها الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين، هي جبال تقع في مدخل مديريتين رئيسيتين، برط العنان و المديرية الأخرى التي هي جزء من محافظة صعدة. نعم. ذهبت من ذهني الآن. الربعة تقريبا. لا هي موجودة في جبال الربعة و أيوة، هي في جبال الربعة، لكن هناك مديريتين، مديرية برط ومديرية مجاورة أيضا محسوبة على صعدة. السيطرة على هذه الجبال تعني السيطرة على والتحكم الاستراتيجي بهاتين المديريتين، وعندما يتم التحكم بمديرية هي جزء من محافظة صعدة فهذا تقدم يحسب للجيش الوطني، ويختصر المسافة التي يقطعها هذا الجيش باتجاه تحقيق أهدافه وهي هزيمة الميليشيا خلال المرحلة المقبلة. استهدافه في هذه اللحظات وفي هذا الظرف المحلي والدولي يدل على عدم وجود رؤية حقيقية لدى هذا الطرف الذي يدعي أنه يساند السلطة الشرعية. الضرب الذي وجه للجيش في برط العنان يشبه تماما الضربة التي وجهت للجيش في مواقع أخرى، وتلك الضربة المباشرة وغير المبررة التي وجهت لهذا الجيش في العبر، هذا الأمر كان في بداية المعركة. إذن من الواضح أن التحالف له من وقت لآخر أهداف خطيرة جدا ومؤثرة جدا، وهذه الأهداف يعني ربما في النطاق الذي يمكن اعتباره صديقا لهذا التحالف.
يحقق أهدافه من خلال النيل من أكبر قدر من المقاتلين والمؤثرين والضباط والمؤهلين والكوادر التي يمكن أن تلعب دورا خلال المرحلة المقبلة. ومع ذلك فيما يتعلق بهذه الضربة التي تعرض لها الجيش في برط أو في جبل الربعة، مطلوب اليوم وبشكل ملح من التحالف العربي أن يجري تحقيقاً مهنياً في هذه الضربة. نعم، التحقيقات يعني يتم الإعلان عنها ولكنها تنسى دائماً، يعني هل جرى تحقيق في أول حادثة أو خرجت نتائج التحقيق في أول حادثة؟ بعض الحوادث يجري الإعلان عنها، ومن ثم يتم تقييمها، ما إذا كانت فعلاً تحقيقات مهنية والنتائج طبيعية أو منطقية أم لا. المطلوب من الطرف الحكومي، نعم، ومع ذلك تم تحميلها ل نعم، المطلوب من الطرف الحكومي أن يكون صريحاً أيضاً وأن يضغط بهذا الاتجاه. لماذا وجهت هذه الضربة؟ وهل هي يعني ضربة خاطئة؟ هل هي خطأ في الإحداثيات؟ يعني دعنا نبقي هامشاً. ومع ذلك يجب ألا ننسى بأن هذا الجيش تعرض بشكل ممنهج للاستهداف المباشر من التحالف، والخطاب السياسي والإعلامي الذي يصدره هذا التحالف يثبت بما لا مجال للشك بأن هذا التحالف لا شراكة حقيقية له لا مع الشرعية ولا مع معسكر الشرعية، بالإضافة إلى أن ادعاءاته بأنه يقاتل الحوثيين فقط في اليمن ادعاءات ليست صحيحة ولا مطابقة 100%. نعم، إذن عادة أستاذ ياسين، منذ أول ضربة وتكرارها وتسميتها بضربات خاطئة، كان يظهر معنا بعض المسؤولين العسكريين في التحالف ويتحدثون أن هذه حرب ونسبة الخطأ واردة فيها، وهي تعد نسب قليلة مقارنة بعدد الضربات التي يعني قد حدثت. لكن هل يعقل أن تكون هناك ضربات خاطئة رغم التكنولوجيا الحديثة التي يمتلكها التحالف؟ وأحيانا نجد فيديوهات مصورة تظهر أشخاص يعني بتفاصيلهم، فهل يعقل أن لا يعرف أن هذا المعسكر يتبع لمن وهذه القافلة أو الكتيبة تتبع لمن؟ علينا أن نميز بين نوعين من الأهداف. يعني الأهداف التي مثلا عندما يقوم الطيران باستهداف مواقع محددة في صنعاء أو في مناطق تواجد الحوثيين حصرا ثم يسقط ضحايا مدنيون، في هذه الحالة يمكن إبقاء هامش للخطأ لا شك في هذا. لكن عندما يكون الهدف في الجبهة نفسها وفي معسكر الشرعية وفي الجيش الذي يقاتل الحوثيين الذي يدعي هذا التحالف أنه يقاتلهم، فهذه المسألة مختلفة تماما. وتقديرنا أن استهداف الجيش الوطني ليس جديدا، هذه الاستهدافات تندرج في إطار عملية ممنهجة يعني تغذيها حالة الاحتقان تجاه هذا الجيش. والسبب أن هناك يعني أنا أعتقد أن سياسة التحالف تجاه الجيش الوطني سياسة مضطربة. نعم، يعني في الوقت اللي السعودية ربما تكون هي الطرف الأكثر مرونة الذي يتعاطى مع هذا الجيش الوطني. اسمح لي فقط أن أستأذنك أستاذ ياسين يعني عذرا للمقاطعة، ولكن انضم معنا الآن اللواء مستور الأحمر الخبير العسكري من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور، الله يحييك ضيفك الكريم. أهلا بك سيادة اللواء، وأود أن أسألك حول تتابع تكرار مسلسل استهداف التحالف لمواقع الجيش الوطني بهذا الشكل، ما هو رأيك؟ أولا أنا يعني ممكن أختلف في حكاية استهداف التحالف للجيش الوطني. نعم. الجيش الوطني اليمني والحكومة الشرعية والمقاومة وقوات التحالف العربي كلها تسعى إلى تحقيق هدف واحد في اليمن اللي هو إعادة الشرعية. أنا طلعت اليوم على هذا الخبر ولكني لم أتأكد يعني من صحته، وبرغم أن التحالف العربي يملك فريق تقييم الحوادث، إذا هناك حادث حصل فيه خطأ ما في الإحداثيات أو خطأ ما في المعلومات، فتعودنا من التحالف خلال الفترة الماضية أي خطأ يحصل يتم تقييمه ويتم البحث في جميع الإجراءات التي اتخذت في استهداف هذا الهدف. إذا كان هناك خطأ فالتحالف يتحمل مسؤوليته، وإذا لم يكن هناك خطأ فيحمل الخطأ للشخص المسؤول. وأنا لا أتوقع وجميعنا لا يتوقع أن يتم استهداف قوات الشرعية من التحالف العربي وهم يسعون لهدف واحد، جميعهم أصلا في يعني في مسار واحد وفي اتجاه واحد وفي عمل وطني واحد. لا اعتقد ابدا ولا افكر وانا كخبير عسكري بان يتم استهداف قوات الشرعيه او اي قوات يمنيه اخرى
لمقاومة الميليشيا الحوثية، ولكن إذا صح الخبر فعلا فربما يكون هناك خطأ ما، وعلينا الانتظار نتيجة فريق تقييم الحوادث والذي يعمل باحترافية ويعني لديه من الإمكانات ما يمكن أن يتأكد من الخطأ الذي حصل. وسبق للتحالف العربي بأن اعترف في بعض الأخطاء اللي حصلت، وفي نفس الوقت بعض الأمور التي حملت التحالف اتضح أنه فعلا ليس للتحالف فيها يد. نعم، لكن سيادة اللواء يعني نسبة الخطأ تزداد، وللأسف الشديد يعني الناس يتساءلون لما يحدث الخطأ في جانب قوات التحالف، ولا يعني يتم استهداف مثلا قبل أسبوع أسبوعين كان هناك الكثير من الإمدادات نحو حاجور على مرأى الناس العاديين، ما بالك بالتقنية التي يمتلكها التحالف، ولم تصب أي من هذه الإمدادات التي سعت لحصار حاجور وإسقاطها، الكثير من العروض التي تمت العسكرية ولم يتم استهدافها، الكثير من يعني تحركات لقادة عسكريين أيضا حوثيين ولم يتم استهدافهم، فلما يأتي يعني استهداف للجيش ويتم النجاح في ذلك الاستهداف، أليس ذلك أيضا يجعلنا نضع علامة استفهام؟ على فكرة أختي الكريمة، أنا أتمنى تعطيني بس وقت جديد. يعني بالنسبة لهذا الموضوع، بالنسبة لعملية حجور التحالف، أولا هذا المنطقة لا يوجد فيها قوات برية مثلا من التحالف، إنما بالنسبة للقوات الجوية استهدفت الإمدادات الحوثية، استهدفت تجمعاتهم، والناطق باسم التحالف وضح هذا الكلام من خلال المؤتمرات الصحفية والإعلام، وضح هذا الكلام، استهدفوا الحوثيين، استهدفوا مصانع اللي هي تجهيز الطائرات والمطيار، استهدفوا قواعد اطلاق الصواريخ، استهدفوا جميع الامكانات الحوثيين اللي يستخدمونها ضد الشرعيه او ضد التحالف. انما ربما اذا حصل هذا الحادث لننتظر فريق تقييم الحوادث وننتظر ونرى ماذا حصل، لا نستعجل الامور. لا اتوقع انا انه يعني قوات الشرعيه اللي تقاتل جنبا الى جنب مع التحالف العربي يتم استهدافها، وكان يفهم من يعني طريقه السؤال إن كانه استهداف مقصود، هذا لا يمكن ابدا، لا يمكن. هذول الجميع يقاتلون عدو واحد، لا يمكن يتم استهدافهم بشكل مقصود، ولكن لنرى وننتظر نتائج التحقيق، وعندها لكل حادث حديث. نعم، لكن نتائج التحقيقات السابقه لم يعني تؤتي ثمارها سياده اللواء، يعني لم تنصف الضحايا، لم يعاقب المسؤول، ولم يصرح يعني من هو المسؤول، يعني اما تتهم جهه معينه دون التحديد، دون ان نعرف ايضا يعني ما هو نتائج التحقيق معه وكيف تم هذا الخطأ، أيضا جانب جبر الضرر للضحايا. ربما منذ 4 سنوات فعلا اعترف التحالف بكثير من الأخطاء خاصة في جانب المدنيين، ولكن حتى الآن لم يتم جبر الضرر لأسر هؤلاء الضحايا. أنا على فكرة أنا لست يعني أنا مش مخول يعني بالحديث عن بعض الأمور اللي مثل هذه وأنا لا أعلم عنها، ولكن أنا أتوقع أن هناك تنسيق بين التحالف وبين الحكومة الشرعية وبين ما يحصل على الأرض، لابد أن هناك من التنظيمات ما يضمن لكل إنسان يأخذ حقه. لا أتوقع بهذا الشكل أنه يعني يكون هناك مثلا إهمال أو مثلا تغاضي عن مثل هذه الأمور، وأصلا يعني إحنا انطلاقا من شريعتنا، انطلاقا من الشريعة الإسلامية، لا يمكن إنسان يقتل إنسان وهو معه يعني بمجرد القتل وبمجرد العبث، لا يمكن هذا الكلام. التحالف العربي همه الوحيد هو إعادة الشرعية إلى صنعاء. الحوثيين يتم استهدافهم في أماكن كثيرة، وإنكم منصفين، نرى الإعلام، نرى ضربات التحالف، نرى الطيران، نرى استهداف الأهداف في كل مكان، نرى استهداف الأهداف في صنعاء، في مارب، في الحديدة، في جميع الأماكن التي تتواجدون فيها. حتى بالنسبة للحجور، حجور ربما كان هناك يعني بعض الخلل، وكثير من الناس تساءلوا عنه، وأنا من ضمن من تساءلوا. كان هناك قوات الشرعية موجودة بالقرب من هذه المنطقة، ولم تتدخل في حينها يعني لدعم مقاومة أبناء حجور، وكان هناك كثير من علامات الاستفهام، ولكن لا يمكن أن أجزم برأيي، لأن ربما الحكومة الشرعية أو التحالف يملك من الأسباب أو المعطيات ما لا نعرفه نحن يعني كإنسان. أنا بالنسبة لي أنا أقرأ الأحداث كقراءة، وأحاول أني أنا يعني أفسرها على حسب ما أعرف وعلى حسب ما لدي من معلومات،
ولكن ربما بعض الامور تخفى علينا، ولكن لنكون منصفين التحالف يعمل جنبا الى جنب مع الشرعيه ومع المقاومه، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يرضى اي مسؤول بان يتم استهداف استهداف لمجرد الاستهداف. هذا كلام غير منطقي وغير معقول. إذن شكرا جزيلا لك اللواء مستور الأحمري الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن أستاذ ياسين، كما استمعت لحديث اللواء مستور، يجد أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يضرب التحالف أو يستهدف، واعترض على كلمة استهداف بأنها فيها قصدية، وهو يربأ بالتحالف أن يحدث مثل ذلك. على العكس هو يقاتل صفا إلى صف بجانب الشرعية. ربما دعنا نعلق فقط على نقطة، وهي مسألة عدم تقدم الجيش الوطني الذي كان بالمقربة من حجور ووضع علامة استفهام، ما هو تعليق؟ طبعا تقديرات اللواء الأحمري هو أنها بنيت على النوايا الحسنة، وفي الحقيقة من الناحية المنطقية كيف لتحالف أن يضرب ويوجه ضربات مؤثرة لحلفائه في معركة مصيرية؟ لكن هذه حقيقة، وهناك تراكم، وهناك أحداث أكثر فظاعة مما هي، وهناك أطراف تعرف تتعبد في إيذاء حلفاء الشرعية وحلفاء التحالف على الأراضي اليمنية. تعتبر هذا جزء من سياستها للتعاطي مع مستقبل اليمن وحاضر اليمن ومستقبله. مسألة استهداف شركاء المعركة في الداخل اليمني، هذا نهج التحالف، سواء الثنائي بمعنى السعودي الإماراتي أو الإماراتي منفردا. معروف أن الإمارات هي ضد الجيش الوطني بشكل كامل، وتعمل على تجريف كل إمكانيات هذا الجيش الوطني في مأرب، في نهم، في تعز، في صرواح، وتحول دون أي تقدم لهذا الجيش، وتعمل على تجميد المعارك فيه، بل وتعمل على تآكل هذا الجيش من الداخل، وتقوي عصابات وقوى منفلتة في أكثر من جبهة بهدف إنهاء كل النتائج الإيجابية التي تحققت خلال المرحلة الماضية، وقام هذا الجيش الوطني وعلى أكتافه وبتضحياته بتحقيقها. الحقيقة المرة هو أن التحالف العربي غير وفي لشركائه، وهو بهذا يحفر قبره بيده. نعم. ولا يلحق الأذى باليمن. أو الأكثر مرارة أستاذ. عندما أشار إلى مسألة عدم تقدم الجيش، هذا النوع من التعريض بالجيش الوطني وبأنه تخاذل عن نصرة حجور. اللواء قال كلامه، أطلق هذا الكلام، والمتلقي سيعتقد أن الشرعية تواطأت ضد حجور. وأنا هنا لا أدافع عن الشرعية، الشرعية بطبيعة الحال هي شريكة في هذا الخذلان، لأنها لم تقل الحقيقة ولم تقف في وجه التحالف ولم تعمل على تصويب سياسات التحالف الخاطئة. لكن الذي يجب أن يعرفه الجميع أن تحركات والبعثات العسكرية على الأرض اليمنية تتم تحت السيطرة الكاملة للتحالف، ولا يمكن لهذا الجيش أن يخوض معركة أيا كان مستواها أو خطورتها، صعوبتها أو سهولتها، إلا بإذن هذا التحالف، لأن كل الإمكانيات والتغطية اللوجستية على مستوى التدخل الطيران وعلى مستوى الإسناد اللوجستي من اتصالات ودعم وتحديد مواقع إلى آخره، هذه كلها تتم بالشراكة مع التحالف العربي. والسبب أن هذا التحالف عمل على سحب وإفراغ كل الإمكانيات التي يمكن أن تقع في يد هذا الجيش الوطني وإبقائها بيده من أجل أن يبقى متحكما بالمعركة. الأغرب ما رأيناه في هذا الاستهداف هو أنه وجه أو أن هذا التحالف وجه ضربة مؤلمة للجيش الوطني الذي يخوض معركة يتيمة في محافظة الجوف، لأنه باستثناء المعارك المتقطعة التي تتم على الحدود السعودية اليمنية باتجاه صعدة، وهي معارك سعودية بامتياز بمعنى أن هدفها حماية الحد الجنوبي للمملكة وليس استعادة الشرعية إلى آخره إلى آخره. لكن المعركة التي دارت في جبل الربعة
هذه معركة يتيمة في سياق الهدف الوطني وهو استعادة الدولة. وجه لهذا الجيش ضربة مؤلمة جدا، وهذا لا يمكن تفسيره إلا أن المعركة ليست من أولويات التحالف. المعركة المصيرية التي تستهدف استعادة السلطة الشرعية ليست من أولويات هذا التحالف وليست من أهدافه. الغريب أستاذ ياسين يعني أن بعد كل حادثة تحدث بهذا الشكل نشط صمت تام للجيش للشرعية، يعني حتى لا يتم توضيح ما هو الخطأ بالضبط، يتم هناك تحقيق وربما يتم إعلان نتائجه بأن التحالف غير مسؤول وإنما غرفة العمليات المشتركة أو جانب الجيش الوطني أو الشرعية هو من يتحمل الخطأ، ثم لا يأتي تبرير من هذا الجانب. هل فعلا أنت من تتحمل الخطأ وكيف تم هذا الخطأ؟ يعني هناك استهانة تامة بأرواح الناس، يعني حين يقتل عسكري هنا أو هناك نجد أن اللواء الذي يتبع هذا العسكري أو القائد يتم يعني على الأقل بيان ناعي، توضيح أي شيء، يعني في النهاية الأعداد مهولة التي يتم تساقطها. نعم طبعا الشرعية الآن هي في حالة ارتهان كامل للتحالف وللسعودية، وتعلمين أن وزير الدفاع وكبار القادة العسكريين يتبعون السعودية ورأس الدولة والقائد العلي للقوات المسلحة يتواجد في الرياض، وبالتالي هذه الشرعية وقادتها للأسف الشديد يرتهنون بالكامل للقرار السعودي وليسوا مستعدون لمواجهة السعودية وأخطائها والقول بأن هناك أخطاء لا يمكن تحملها أو لا يمكن القبول بها. وهذه أنا أعتقد أنه أبصر المسؤوليات الأخلاقية والدستورية الملقاة على عاتق السلطة الشرعية، لكن هناك للأسف الشديد تراكم لهذا النوع من السلوكيات التي يمكن وصفها بالخيانية. يعني اللواء الذي تحدث من الرياض وتساءل لماذا لم يتقدم الجيش باتجاه حجور، يعني هذه ليس جديدة والمسألة لها علاقة بالتحالف أيضا. الجيش الذي لم يتقدم باتجاه عمران لمساعدة اللواء 310 في مواجهة الحوثيين في معركة مصيرية كان الجميع يعرف أن اللواء 310 يخوضها حتى لا تسقط صنعاء، الجيش الذي لم يتقدم لم يتلقى أوامر بالتقدم من الرئيس هادي، والرئيس هادي لم يصدر أوامره بتقدم ذلك الجيش ولنصرة وحدة عسكرية مهمة في الجيش الوطني، كان يتلقى أيضا الأوامر والتحريض من المملكة العربية السعودية ومن الإمارات ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا، وكانوا يقولوا له دع الحوثيين يتقدمون، وكان الرئيس عبد الرب منصور هادي شريكا في هذا وكان متواطئا كما يحدث اليوم. إذن المسألة ليست جديدة، وبالتالي لا يمكن لأي طرف في السعودية أن يدعي اليوم بأن الجيش الوطني هو من خذل حجور. الذي خذل حجور والذي خذل اليمنيين والذي خذل تعز والذي خذل صرواح والذي يخذل جبهة نهم التي تشرف على مدينة صنعاء هو السلطة الشرعية تحت ضغط والقوة القهرية التي يمارسها هذا التحالف الذي يبدو أنه تراجع عن أولويات استعادة الدولة، واليوم يخوض معركة يعني أو ربما يستغرق اليوم معظم جهده في خوض معركة خارجية للدفاع عن سمعته وعن دوره في اليمن. نعم، إذن أيضاً أستاذ ياسين يعني نعلم أن هناك ضربات ليست فقط بالنسبة للجيش وأيضاً هناك بالنسبة للمدنيين ضربات كثيرة، ولكن ربما هذه النقطة طرحتها على اللواء منصور بأنه لا يوجد جبر ضرر حتى الآن، يعني ربما أقرب مثال قبل فترة تم إنشاء رابطة لأجل يعني أو متابعين لأجل من قضوا في المخا في السكن الخاص بمهندسي الكهرباء، واعترف التحالف بتلك الضربة الخاطئة، ولكن يعني مرت إلى الآن سنتان وهم في العراء، لا يتم جبر ضرر من يصاب سواء بالخطأ أو بعدم الخطأ. طبعا لهذا النوع من اللامبالاة وعدم الاكتراث من جانب التحالف ومن جانب السلطة الشرعية أثره السلبي على سمعة الشرعية وعلى سمعة التحالف. يعني أنا أتصور لو أن كل من استهدفوا ظلما وعدوانا من المدنيين يعني بما فيهم حتى صالة العزاء في صنعاء، لو أن هؤلاء تلقوا التعويض العادل عن تلك الأخطاء، وهذا التحالف يستطيع أن يقدم هذا النوع من التعويضات والحكومة الشرعية تستطيع أن تقدم هذا النوع من التعويضات، هذا لو 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 قاموا بهذا لتعززت مكانة الشرعية ومكانة التحالف وتعمقت والثقة بين الجمهور اليمني وبين التحالف. اليوم الرصيد الذي يخسره الحوثيين نتيجة
هذا الظرف المعيشي السيء وسلوكهم السيء على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي في الداخل اليمني، ويؤدي هذا السلوك إلى تآكل سمعتهم. في المقابل هناك سمعة تتآكل وتخسرها السلطة الشرعية كما يخسرها التحالف نتيجة عدم قيامه بما يجب عليه من واجب أخلاقي ومادي تجاه الضحايا. من المؤسف أن جزء من المعركة لم يتم الالتفات إليه، وهذا الجزء مهم واستراتيجي وبعيد المدى، وهو منح أو بناء جسور الثقة بين التحالف الشرعي من جهة وبين مكونات الشعب اليمني من جهة أخرى. عندما يتناقل الناس أخبار عن تعويضات عادلة حصل عليها كل الذين تضرروا من هذه الحرب وعلاجات إلى آخره بشتى الوسائل، حتى الفئة أو المتضررين الذين لا يستطيع التحالف والسلطة الشرعية الوصول إليهم يمكن الوصول إليهم عبر وكالة دولية. إذا تحقق كل ذلك أنا أعتقد أن هذا يختصر حتى المعركة مع الأعداء، لكن طالما هناك حالة من عدم الاكتراث هذا يعمق اليقين لدى كل اليمنيين بأن المعركة هذه عبثية ولا تعنيهم ولا يمكن أن تحقق أهدافهم الوطنية. يعني مؤشرات هذه المعركة يعني تثبت بأنها لا وطنية، يعني على مختلف المستويات. الأدوات العسكرية التي يتم الاستعانة بها من قبل التحالف أدوات غير وطنية، يعني هناك مقاتلون في الميدان يقاتلون ويواجهون الحوثيين في أكثر من جبهة، لكن هؤلاء ليسوا معنيين لا بالدولة اليمنية ولا باستعادتها ولا بالمشروع الوطني إطلاقا. هؤلاء يهللون ويكبرون ويقاتلون الروافض، وفي المقابل الحوثيون يقاتلون في سبيل مشروع طائفي لا وطني. الصورة عبثية بالمجمل. التحالف العربي بطبيعة الحال ما جاء لينفق كل هذه الأموال من أجل استعادة الدولة اليمنية الديمقراطية الجمهورية، هو واحد من أهدافه أن يقوض هذه القيمة العليا التي يؤمن بها اليمنيون ويقاتلون لأجلها. هو يريد يمنا مفككا ضعيفا لا ديمقراطي ويمكن السيطرة عليه. ولكن أريد أن أقول لهذا التحالف أن هذا التصور المتخلف جدا، يعني أنت الآن لا يمكن أن تبني مصالحك استراتيجية أو تضمنها من خلال إضعاف جيرانك. هذه مسألة تجاوزها الأوروبيون منذ وقت مبكر عندما كان يعني تصارع القوى أو نمو نفوذ هذه القوى أو تلك في القارة الأوروبية كان دائما يتم على حساب بقية القوى الأخرى، وهذا أدى إلى اندلاع سلسلة من الحروب. اليوم أوروبا فهمت أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في القارة إلا من خلال انتشال القوى الضعيفة والأمم الضعيفة والدول الضعيفة. السعودية للأسف الشديد والإمارات يعتقدون أن استقرار الجزيرة العربية والخليج سيتم من خلال إضعاف 30 مليون يمني يسكنون في جنوب شبه الجزيرة العربية. هذه وصفة كارثية ولا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية في المدى المنظور. عليهم أن يفكروا يعني بإيجابية أنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار والسلم في اليمن إلا باستعادة الدولة اليمنية التي ارتضاها اليمنيون. اليمنيون ارتضوا أن تكون دولتهم ديمقراطية اتحادية متعددة الأقاليم، ديمقراطية تداولية تشاركية. هذه الدولة هي المناسبة بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة. محاربة هذه الدولة وهذه الصيغة أعتقد أنه لا يخدم في المدى المنظور المصالح العليا لهذا الإقليم. إذا نسمح لنا أستاذ ياسين أن ينضم معنا الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات من فيينا. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم. أهلا بك. وبداية كيف تابعت استهداف التحالف للمواقع في الجيش في الجوف اليوم؟ أنا أعتقد أن استهداف طيران التحالف اليوم للجيش اليمني في محافظة الجوف هو يأتي في حقيقة الأمر ضمن سلسلة حالة التخبط التي يعيشها التحالف العربي عسكريا في اليمن. بغض النظر عن كثير من التحليلات إلا أن مثل هذه الضربات بدأت تفقد أو ليس بدأت وإنما يعني تجعل التحالف يفقد كثير من رصيده المتبقي لدى اليمنيين بسبب كثرة الأخطاء، وأصبح اليمنيون يدركون تماما أن التحالف العربي اليوم غير جاد في حسم هذه المعركة وغير وفي حتى مع الحكومة الشرعية التي استنجدت به الكسر الانقلاب واستعادة ركائز الجمهورية وثورة فبراير، وإضافة أيضا غير وفي مع الشعب اليمني نفسه. اليوم من خلال متابعتنا ومن خلال رصدنا على الميدان
ستجد أن هنالك من اليمنيين آلاف مؤلفة يقاتلون في البقع وفي نجران، يقاتلون على الحدود السعودية يعني بدمائهم بأرواحهم، ومع ذلك لم نجد للأسف الشديد هذا الوفاء يواجه من قبل التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. هنالك حالة من التخبط السياسي، وهنالك حالة من التخبط العسكري. كل هذا التخبط للأسف الشديد يأتي لصالح المشروع السلالي الطائفي العبثي الذي تديره تقوده ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها. نحن حقيقة ما يحدث اليوم هي جريمة، إلى حد الآن لم يفتح تحقيق جدي منذ قصف معسكر العبر وإلى اليوم، واليمنيون أصبحوا يدركون أن التحالف العربي في كل ضربة يستهدف الجيش عندما يريد أن يتقدم بناء على أهداف وطنية وبناء على رؤية استراتيجية لاستعادة الدولة يقوم بقصف هذا الجيش. نعم، إذن يعني برأيك ما هو يعني سبب تكرار هذه الحوادث سواء العسكرية أو التي تستهدف مدنيين؟ هل يعقل يعني حتى على مستوى أنه يعني قد تكون هناك خطأين ثلاثة، لكن أن يتكرر الأمر إلى هذا الحد أليس ذلك بالمستغرب؟ الأمر ليس مستغرب، لأنه اليوم لا يمكن فصل عملية حقوق الإنسان في المعركة عن ثقافة الدولة وهيكلة بنائها. المملكة العربية السعودية دولة غير مكترثة بحقوق الإنسان، لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي. هنالك اتفاقيات دولية على رأسها اتفاقية جنيف، وكانت هذه الاتفاقيات واضحة في تحديد الضرورة العسكرية في حالة الحروب، ضرورة يعني تحييد المدنيين والمناطق ذات الكثافة السكانية، لابد من إعلان قواعد اشتباك واضحة في مثل هذه الحرب. وكل هذه الأمر السعودية ترمي به عرض الحائط. السعودية تدير معركتها في اليمن بناء على ثقافة استعراض القوة، ليس إلا استخدام ما لديها من أسلحة ولو كانت مفرطة ولو كانت تؤدي إلى المئات. رأينا عملية التعامل مع مثل هذه الضربات فيها نوع من البدائية وفيها نوع من السخافة وفيها نوع من السذاجة. لا، وكانت قضية قصف أو استهداف باص صعدة نموذج على حالة التخبط المريع الذي تعيشه التحالف العربي على رأسه المملكة العربية السعودية. العملية كما ذكرتم ليست عملية يعني عملية خطأ. نحن في عام 2017 رصدنا ما يقارب في منظمة ساب 149 عملية استهداف لمدنيين في اليمن غير العسكريين. نحن الآن بصدد إصدار تقرير عام 2018 ولدينا استهدافات تجاوزت 100. إذن العملية ليست عملية خطأ غير مقصود أو أن هنالك رفع غير صحيح بالإحداثيات، هنالك عدم اكتراث. اليوم التحالف العربي حجور تسقط وهو يدير معركته في المهرة ويدير معركته ضد الجيش في الجوف، وكأن برأيك أستاذ توفيق يعني هذه الأعداد الهائلة من الضربات الخاطئة خلفت العديد من الأسر أيضا ضحايا لهذه الضربات، برأيك لما لا يتم تأسيس رابطة مثلا للمطالبة بحق هؤلاء الضحايا من التحالف والضغط عليهم في المحافل الدولية لجبر الضرر ولإنصافهم؟ هذا أمر مطلوب، يا حبذا يتم تشكيل هذه الرابطة وإعلانها في وقت قريب. أنا حقيقة جلست حتى مع بعض السعوديين في جنيف وبينت لهم أن على التحالف على السعوديين أنفسهم أن يعلنوا عن فتح تحقيق أو تشكيل لجنة وفتح تحقيق جدي في مثل هذه الضربات، والإعلان عن صندوق لتعويض الضرر أو لتعويض الضحايا أيضا، وثم بعد ذلك يحيلون المتسببين في مثل هذه الضربات إلى القضاء ليأخذ جزاءه العادل وفق القانون الدولي. أعتقد بأنهم سيخففون من حالة الاحتقان. اليوم الضربات القوية أصبحت السيف المسلط على رقاب التحالف العربي. أيضا اليمنيين يجب أن يتحركوا على مستوى الداخل على مستوى الخارج بتشكيل مثل هذه الرابطة، لأنه في حقيقة الأمر العالم ما حك مفرك غير جلدك. العالم بالفعل سيضغط على السعودية، سيمارس مزيد سيجعلها ورقة ضغط قوية ربما لانتزاع كثير من الاستحقاقات لصالحه، وقد تضيع حقوق الضحايا ما لم تتأسس رابطة أو هيئة أو ما شابه من التسميات والتشكيلات.
بحيث تتحرك للدفاع عن حقوق هذه الضحايا مستقبلا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميدي الرئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. عودة إليك أستاذ ياسين، إذن برأيك ما هو تأثير كل هذه الضربات الخاطئة خاصة العسكرية على معنويات الجيش من ناحيتين؟ من ناحية أنه لو يعني افترضنا ما صحة ما قاله أستاذ توفيق أن كل يعني كتيبة أو جيش أراد التقدم لأجل الواجب الوطني يتم استهدافه، ومن ناحية أيضا أن زملائهم يتم القضاء عليهم بكل بساطة. طبعا يعني عندما انطلقت المعركة ضد الحوثيين بالشراكة مع المقاومة الوطنية ومع الجيش الوطني الذي تشكل من هذه المقاومة، كان هناك التحام حقيقي بين التحالف وبين هذه القوات التي تقاتل على الأرض، وكان هناك معنويات مرتفعة، وكان يمكن البناء على تلك الروح الإيجابية وهذا الزخم الهائل في الشراكة منقطع النظير مع المملكة العربية السعودية في بناء مستقبل أكثر استقرارا واستهارا وفائدة وإنجازا فيما لو استمر. لكن عندما أحبط هذا الجيش على مستويات عدة كما قلت، من خلال تجويعه وإفقاره وإضعاف معنوياته واستنزاف معنوياته عبر الإهمال وعبر منعه من التحرك ومن الاستفادة من الانتصارات المتلاحقة التي يحققها والاستهداف المتلاحق، أنا أحيي هذا الثبات وهذه الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها الجيش. أنا أعتقد أنه الجيش الوطني اليوم يتكيف مع هذا الواقع المر، وبات مقتنعا أنه لا يتعاطى مع عدو وحليف، وإنما يتعاطى مع عدوين مختلفين، عدو يضربه من الخلف وعدو يضربه من الأمام، وقد كيف نفسه ربما وتكيف مع هذا الوضع الخطر جدا وتقبله. ولكن أنا يعني عندما ينهار جدار الثقة بين شركاء المعركة الواحدة، أعتقد أن لهذا تبعاته الآنية والمستقبلية أيضا. يعني ما كنا نطمح إليه هو أنه تراكم حالة من عدم الثقة بين اليمنيين والسعودية بسبب المواقف العدائية التي تبنتها المملكة العربية السعودية ضد اليمنيين وثورتهم وخياراتهم الوطنية طيلة 50 عاما، كان بالإمكان أن توفر هذه اللحظات الفرصة التاريخية لتصحيح هذا المسار باتجاه بناء علاقات حقيقية وشراكة حقيقية مع المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تصر على استمرار هذا النهج العدائي تجاه اليمنيين من خلال هذا النوع من السياسات التخريبية وهذه السياسات العبثية وهذه السياسات بطبيعة الحال التي لا تخدم مستقبل البلدين ولا حتى تخدم من الناحية العملية المصالح الاستراتيجية للسعودية ولا حتى أمن المملكة العربية السعودية. ما يحدث اليوم هو أن هذه السياسات تضعف الطرف الأساسي في المواجهة مع الحوثيين وهو الطرف المحلي، وتفتح المجال لاحتمالات خطيرة جدا على حاضر السعودية ومستقبلها وعلى حاضر اليمن ومستقبله. وبالتالي أثر هذه الضربات لا شك كارثي، لكن الذي يبعث الأمل هو أن هذا الجيش اليوم يتكيف كما قلت لك مع هذه الوضعية الاستثنائية التي وجد نفسه فيها أو خلالها في مواجهة عدوين، أحدهما يضرب من الخلف والآخر يضرب من الأمام. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.